ثم ذكر المصنف في تصديق هذه المعاني حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما في الصحيحين في بيعتهم النبي على ما ذكرناه. ووقع في رواية في الصحيحين التصريح بأمر عظيم من تمام البيعة، وهو أن يقول العبد بالحق أينما كان لا يخاف في الله لومة لائم. فمن صدق الدين في نصح ولاة أمر المسلمين أن يقصدهم المرء ببيان الحق نصحا لهم وإبراء للذمة. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الصحابة رضي الله عنهم في البيعة التي بايعوه بها، فلا يبقى للناس خير مستدام إلا بتمام وجود الحق فيهم. فإن الباطل إذا انتشر فيهم شيئا فشيئا لا يزال يكثر حتى يرتفع الحق ويحل الباطل محله. فإذا استولى الباطل على الناس في شؤون حياتهم فقدوا الحياة الطيبة في الدنيا، وكان من أسباب العقوبات العاجلة والآجلة عليهم. فمما يدفع هذا عن المسلمين أن يقوم المسلم لولي الأمر بما يجب عليه من بيان الحق، وأن لا يخاف لوم اللائمين وعتاب المعاتبين. فإن أكثر الناس يتخوفون القيام بهذا المقام لئلا يذهب عنهم شيء من دنياهم. وأما الصادق فهو يذكر أن هذا من مفردات البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، وهو أكمل الناس حالا في التولي عليهم، وهم خير الناس حالا في الوفاء بما يبايعون عليه، فكيف الأمر بعدهم؟ وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من مفردات البيعة يكون طريق امتثاله بما أرشدت إليه السنة النبوية وكان عليه سلف الأمة المرضية، فيقتدي العبد بهم في بيان الحق. وشرط بيان الحق أن يكون بالحق، وشرط بيان الحق أن يكون بالحق، فلا يجوز للعبد أن يسلك امتثال هذا الأمر بطريق غير حق. فقد يكون ما يدعو إليه من أمور الحق لكنه يسلك فيها سبيلا ليست سبيل الحق، فهو في بيان الحق لأولي الأمر يتوجه إليهم بالنصح والإرشاد بينه وبينهم أو بين أيديهم ولو كان في جمع الناس إذا اقتضت المصلحة ذلك. وأما أن لا يكون بين أيديهم أو أن لا يباشرهم بذلك سرا فهذا خلاف طريق الحق الذي دلت عليه الأحاديث النبوية والآثار السلفية. وما يوجد من توهم خلاف هذا المعنى استنباطا من الأحاديث أو من الآثار فمحله التصريح بذلك بين يدي الحاكم. فإذا وجد الحاكم واقتضت المصلحة أن يعلن الإنسان بشيء يرشده إليه فذلك هو الذي وقع في حديث أبي سعيد الخدري مع مروان بن الحكم. وإذا لم تكن الحال مقتضية لذلك فإن الأصل أن يكون هذا الأمر بينه وبينهم، كما ذكر أسامة بن زيد في حديثه في الصحيحين لما سئل أن يتكلم مع عثمان رضي الله عنه ناصحا له فقال إني أكلمه بيني وبينه سرا ولم أكن لأفتتح هذا الباب، يعني لأجعل هذا الباب مشرعا على المسلمين بالمجاهرة به وهو ليس من سبيلهم التي عرفوها عن النبي صلى الله عليه وسلم.